اوكي خلاص سياره اوكي بس لي كل سياره اوكي اذا حمودي قاعد بالشنطه خلاص بالضبط شوف حمودي هذه العلامه يعني اهرب اسحبها وتهرب اذا حبستك اما اسيل اسحب هذا اوكي لازم اقول لكم شيء بابا اي احد يجي ياخذ رايه باي سياره يقول له لكسس يجي ياخذ رايه يقول له طيب كوفي مع سكر ولا من غير لا لكسس يقنع الرجال يروح يشتغل بلكسس بيطردونا بزبتك انت بيطردونا يلا طبعا بابا مو عارف انه بعد كل المحاولات استل احب هذه السياره كثير بس الاس اس طبعا بشويه يعني انت مقاصد اوكي انت مع السياره هذه 26 تشبه حمود السياره مين قال لك ان اللي يسوق هذه السياره لازم منظره والكاب يكون كذا يا العربجي وجهه لك برا جينا كلنا انا وبابا واخواني على وكاله اللكسس عشان بابا ما يزعل ما عندي مشكله مع السياره والسياره الوحيده اللي احبها باللكسس اللي عجبتني راح اراويكم اياها بعد شوي طيب صراحه اقتنعت هذه السياره الوحيده باللكسس اللي نزلت حبيتها عاديه خلاص خليني اسوي كثير حلوه بس اللون يعني يحطوا لون ثاني بقول لك حاجة بقول لك شيء دخلنا الوكالة ما حد عبرنا ومو عارفين يشغلوا سيارتهم أنا بعرف أشغلها محاولات من أول ما دخلنا المطعم عشان نقعدوا طبعا أكلنا وخلصنا والحين أحلى بارت بالموضوع لا هو أحلى بارت إنه أنت أول مرة تجي المطعم فأنا قاعد أعرفك على كل شيء حمودي حمودي من هنا يلا ليتس جو ايش النظاره هنا وات